يوم الاثنين كان عندنا مؤتمر أخير وتجمع أخير في اسكندرية، إحنا جبهة مؤيد السيسي. فروحنا كان في عربية بلوري زي مستنيانا يعني. أول ما جينا قدامها طلعت تجري ورانا، كانت بتحاول تخبطنا من ورا، لكن ربنا عرف فالموت ويبان إنها كأنها حادثة فقدت الوعي. وائل بقى بيقول لي إن إحنا شبكنا في المقطورة وجرجرتنا شويتين، وبعدين لما المقطورة فكت مننا العربية لفت كده حوالين نفسها بتاعتنا، هم وقفوا على بعد 30 متر حاولوا ينزلوا، كانوا ماسكين سلاح. وائل بيقول لما لقوا الناس اتجمعت وجت عربية وقفت بينهم وبينهم خافوا طلعوا. طبعا الإخوان هو في حد غيرهم، أنا من أول ما ظهرت في حد بيفكر إن هو يأذيني. دي تاني مرة يتم الاعتداء عليك؟ بس المرة دي، أنا المرة الأولانية كانت ديسمبر 2012 بعد أحداث الاتحادية، فاكر؟